السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاباج ديال الشين كوجام. غادي تكون اخوتي واحد الفقره اللي جديده عندي في الشين يوتيوب اللي هي فقره النصائح. النصيحه الاولى اللي غادي نتاخد عليها وغادي انسيستي عليها هي هاد الشهرين اخوتي راه داير واحد المرض سميتو البارفو، راه هلك ليا عباد الله وهلك ليا لي شوا، وشفت واحد الحالات اللي ما يمكنش في هذا المرض. بغيتو نوريكم التصاور، غادي نوريكم راه غادي تخلعوا. المهم علينا، الاحتياط اللي غادي ديروا اخوتي، كاين واحد الدوايات راه بشي 200 درهم اللي دايرين. كتشوف واحد التغيير على الكلب، انه ما بقاش كياكل ولا كيشد القنت في الدار، وغير مره كيمشي يشرب الماء، فهمتي؟ ما بقاش ديك لاكتيفيتي اللي كتكون عند الكلب، كتعطيه لي ميديكام كتزرب عليه قبل ما يطور داك المرض ويهلك لك الكلب وتولي خاصك بزاف الحوايج باش تمشي تعتقد. المهم خوتي الله يخليكم، ما كرهتش ديروا بهذه النصيحه هذه كيف ما درت انايا. انا ديجا عندي مال وكانت قاس لي بهذا المرض بالبارفو اللي هو سميتو بول، داك المال اللي عندي، ودابا عندي 5 البياسات اخرين. خديت هاد لي ميديكامون حيت هما ما عمرهم ما تقاسوا بهذا المرض ديال البارفو، ودير احتياط حيت هاد الايامات تخلعت بزاف، خفت ملي يتقاسوا لي ولا شي حاجه البنادم كامل كيقول لي عاد حق عطيني الدواء عطيني الدواء عطيني الدواء. المهم خوتي الله يخليكم، الله يجازيكم بخير، ديروا احتياط وخليوا الولاعات تبقى زوينه، وتبارك الله عليكم. مرحبا بكم في باج لو شيان كوجان، معكم عبد الحق نجار.